ضمن مساعي الحكومة التركية لتوفير مساكن مؤقتة لمتضرري الزلزال، بدأت هنا أعمال تشييد 300 منزل مسبق الصنع في مدينة إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا. هذه المنازل ستستوعب 300 عائلة تقيم حالياً في خيام قدمتها هيئة الطوارئ والكوارث التركية آفاد. من المتوقع أن يتم تسليم هذه المنازل لأصحابها في غضون 20 يوماً كحد أقصى. هذا المشروع ليس الوحيد من نوعه، بل هناك مشاريع مشابهة هنا في مدينة إصلاحية أو في بقية المناطق المنكوبة. ويعتبر هذا المشروع أحد الحلول المؤقتة التي طرحتها الحكومة التركية كحل بديل للسكان المتضررين من الزلزال لحين الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار وبناء المساكن الجديدة. من مدينة إصلاحية في ولاية غازي عنتاب، زيدان زنجلو.